الإنتاج الحربي تفتتح خط إنتاج العدادات الذكية ومسبوقة الدفع. افتتح وزير الدولة للإنتاج الحربي دكتور محمد سعيد العصار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر أمس الأربعاء خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، في أيضا إطار خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة، وتنفيذا لرؤية الوزارة في تعميق تصنيع المنتج المحلي لمكونات المنتجات بما يحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، منها إلى القوة العاملة وقبول طلبات